مرحبا. ميديكال تيب اليوم عن تضخم الثدي عند الرجال، اي جاينيكوماستي. لما بيتجاوز قطر الغده 2 سنتي وبيصير شكل منطقه الثدي ملحوظ او ملموس ولافت للنظر، هالحاله معروفه بتضخم الثدي عند الرجال او بثدي المراه. الاسباب ممكن تكون بزياده الوزن فبيكون الثدي مليان دهن، او بزياده نمو انسجه الثدي الحقيقيه بوجود كتلة متميزة من الأنسجة تحت الحلمة واللي هي غدة الثدي. إما حالة طبيعية بمرحلة المراهقة بسبب هبوط هرمون التستوستيرون وارتفاع هرمون الإستروجين، أو الأدوية اللي بناخدها مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، أدوية الطب النفسي، الأنتيبيوتيك، أدوية علاج قرحة الاثني عشر، أو كترة الكحول بتخلي الكبد يسحب التستوستيرون من الدم اللي بينخفض معدله. إما الأورام وهي نادرة جدا عند الرجال، أو التقدم بالسن بنقص التستوستيرون وزيادة نسبة الدهن بالجسم. تضخم الثدي عند الرجال هي ظاهرة فيزيولوجية طبيعية قبل سن البلوغ، ولكن لافتة للنظر بعد سن العشرين، وبتسبب الحرج والضرر النفسي والامتناع عن السباحة بالأماكن العامة والمسابح. العلاج الجراحي هو الحل الأنجح، إما بواسطة الليبوسكشن أو الليبوليزر، أو حتى باستئصال قسم من الغدة بجرح صغير حول الحلمة. صحتكم مهمة، بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تب جديد. تشاو.